اليوم ذكرى رحيل الأستاذ المهندس المدني الأستاذ الشيخ نوري شيخ رضا رئيس جمعية روش والمؤسس الأول لمنظمات المعوقين والمعوقات في كافة أنحاء العراق وكردستان، وأنه قام بدور فعال في بناء جسر علاقات ودية بين معوقي العراق ومعوقي كردستان ومعوقي العالم. فلهذا كان شخصا مرموقا، كان شخصا ملما في النشاط للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه المعرض من أيدي أناس معوقين ومعوقات من كافة أنحاء كردستان. قدمنا وعي وقدمنا شجاعة وقدمنا واحد من يعني أقوى إنسان يعني إحنا شفناها هناك. يعني أنا كل يوم جيت هناك أو أحكي وياها أقول أنا شلون أشتغل شلون أروح شلون أجي، قال لا أنت قوي، أنا هم على الكرسي شوفني شلون أشتغل، وأنت لازم تشتغل ولازم تقوم بأعمال كثيرة.